مشكلة موجودة في كثير من الشباب، للأسف مشكلة الضعف الجنسي. شباب كتير فوق 35 سنة وممكن أقل وبتيجي بتشتكي من مشكلة الضعف الجنسي. تعالوا مع بعض من خلال هذا الفيديو نتعرف على علامات الضعف الجنسي وما هي أهم التحاليل الطبية والفحوصات عشان نعرف إيه المشكلة. فخليكم معنا لنهاية الفيديو، ولو أنتم بتشوفونا أول مرة شرفونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أول علامة عندنا بتكون للضعف الجنسي وهي انخفاض الرغبة، ما عندكش رغبة للعلاقة بينك وبين زوجتك، والسبب هنا بيكون بسبب اضطرابات الهرمونات، يعني المشكلة هنا بتكون هرمونية، أو تكون المشكلة بينك وبين مراتك مش كويسة، يعني في مشاكل موجودة بين الزوجين فده بيأثر على الرغبة الجنسية، بالتالي انخفاض الرغبة ممكن يتحل بحل هذه المشاكل الزوجية. ثانيا ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب لو انت بتعاني من مشكلة زي عدم الرغبة الجنسية ده هيأثر على الانتصاب ويمنع من تدفق الدم الى القضيب عشان يحدث الانتصاب. طب الانتصاب ده ممكن يكون مؤقت، يعني زي مؤقت يعني يحدث انتصاب لفترة قصيرة ثم يختفي هذا الانتصاب. العلامة الثالثة دي أكثر شيوعا، منتشرة جدا، وبتلاقي الناس بتبدأ تشكي من هذه العلامة بوقت بدري، وهي سرعة القذف. يعني إيه سرعة القذف؟ يعني العلاقة بينك وبين زوجتك بتتم في فترة قصيرة دون التحكم في عملية القذف. هنا بتبدأ المشاكل، إنك أنت مش بتقدر توصل أنت وزوجتك من خلال العلاقة الحميمة إلى مرحلة النشوة الجنسية. دي أهم العلامات اللي بتدل على الضعف الجنسي. طب هنعمل إيه في الحالة دي؟ أول ما بتظهر عندك علامة من هذه العلامات بتذهب دايما إلى طبيب متخصص، اللي هو إما طبيب المسالك البولية أو طبيب الذكورة، ويفضل طبيب ذكورة. طب هنعمل إيه؟ هيقوم الطبيب هنا بالفحص ويعمل التحليل والفحوصات الطبية اللازمة. هنعمل بعض التحليل اللي هي ممكن تكون سبب من أسباب الضعف الجنسي. في أمراض بتبقى هي السبب، زي مثلا مرض السكر، لو كان عندك سكر بنبدأ نظبط السكر بتاعك، يبقى أول تحليل السكر. ثاني حاجة الدهون في الدم، بنقيس نسبة الدهون في الدم، نسبة الدهون في الدم بتتسبب في إعاقة تدفق الدم إلى القضيب عشان يحدث انتصاب كامل عندك. بعد كده بنعمل تحليل هرمون الذكورة اللي هو المسؤول عن العلاقة بتاع القدرة الجنسية، يبقى هرمون الذكورة. بعد كده بنعمل تحليل هرمون الحليب، ارتفاع هرمون الحليب عند الذكور يتسبب في الضعف الجنسي. دي أهم التحاليل الطبية. وكمان بنعمل أشعة على الأوردة والأوعية الدموية للقضيب عشان نشوف في مشكلة موجودة ولا لا. وفي فحوصات تاني الطبيب يقدر يعملها ويعرف أسباب الضعف الجنسي اللي جاي منين، ممكن يكون التهابات في البروستاتا، ممكن يكون في تسريب وريدي، ممكن يكون في مشاكل كتير هنعرفها من خلال الفحوصات الطبية. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.